بسم الله الرحمن الرحيم. دوت 1 كيو تانلينج. ايه حوار الدوت 1 كيو تانلينج ده؟ كنا قلنا انواع الانترفيس اكسس ترانك دايناميك سواء اكسس او ديزايربل، والنوع الرابع اللي هو دوت 1 كيو تانلينج. برضو كنا اتكلمنا عن نوع من انواع الوان تكنولوجي اسمه مترو ايثرنت. المترو ايثرنت زي ما في فريم ريلي، زي ما في اي تي ام، زي مش عارفه ما في دي اس ال، برضو عندي نوع من انواع التكنولوجي اسمه ايه؟ مترو ايثرنت. في المترو ايثرنت انا بستخدم جوه الكلاود بتاعه السيرفيس بروفايدر اصلا سويتشز، تمام؟ يبقى جوه الكلاود اساسا بتاعه السيرفيس بروفايدر انا مش بستخدم راوترز، انا بستخدم ايه؟ سويتشز. فانا هفترض دلوقتي ان ادي سويتش الثاني، كفايه اثنين بس عشان توفير للعدد يعني اللي هنعمله دلوقتي، الثالث، تمام؟ وعندي هنا الراوترز بتاعه الكاستمرز كونكتد ببعض، يبقى دي تاني الشبكه بتاعت مين؟ السيرفيس بروفايدر، تمام؟ ده بنسميه البروفايدر سويتش، بنسميه يا شباب البروفايدر سويتش على اساس ان هو موجود في الكلاود بتاعه السيرفيس بروفايدر. الاثنين اللي تحت دول بنسميهم البروفايدر ايدج سويتشز على اساس ان هم موجودين على الحرف بتاع الكلاود اللي ربطني بالكاستمر ايدج. طبعا الكاستمر بيبقى كونكتد عن طريق راوترز بقى، تمام؟ والترافيك بتاعي انا عايز اربط دلوقتي اللان دي، هسميه بس ده كاستمر ايج 1 وده كاستمر ايج 2، تمام؟ انا عايز اربط اللانات اللي ورا كاستمر ايج 1 بكاستمر ايج 2، يعني من الاخر كده عايز ان انا اعمل في بي ان ما بين ايه؟ الكاستمر والفروع الشركه بتاعته، تمام؟ طب والحل اعمل الكلام ده ازاي؟ انا بسيطه قوي، انا ممكن ان انا اجي على كل عميل بالفروع بتاعته احطهم جوه في لان مستقله، احطهم جوه ايه؟ فيلان مستقله. بس مشكلتي دلوقتي ان انا لو عملت فيلان، ما هو معنى كده ان الفيلان دي لازم تبقى موجوده على طول المسار، وبالتالي السيرفيس بروفايدر هيبقى عنده القدره انه يشوف الترافيك بتاعت الاجهزه بتاعتي، صح؟ ده غير ان ممكن اصلا الكاستمرز يشوفوا الداتا بتاعت بعض، لان ممكن يحصل كونفليكت مثلا في الفيلان. طب ما هو العميل اساسا عنده مجموعه من الفيلانز اكيد برضو موجوده عند عميل تاني، ما هو اكيد مش هيمشي على مزاج السيرفيس بروفايدر، هو عنده فيلانات 10 20 30، هو عايز كده، عميل تاني برضه عنده 10 20 30. واضحه المشكله اللي انا واقع فيها؟ وعشان كده حلوا المشكله دي عن طريق ايه؟ دوت 1 كيو تانلينج، اللي احنا برضه التكنولوجي دي بنسميها الكيو ان كيو. الكيو ايه؟ ان كيو، تمام؟ او برضه بنسميها الدبل تاجنج. دلوقتي الكاستمر ايج ده، تمام، هفترض ان هو عنده فيلان 10 وعليه اي بي هات سي مثلا 10-1، فيلان 20 اي بي هات 20-0-0-1، فيلان 30 اي بي واخد نتورك 0-0-1. ده بالنسبه للكاستمر ايج 1. طب والناحيه الثانيه اكيد هيبقى عنده نفس الفيلانات، بس اكيد طبعا الانترفيسز بتاعه الراوترز هتبقى واخده اي بي مختلف، تمام؟ يبقى ثاني انا بسيميليت دلوقتي ان اللان دي فيها مجموعه من الفيلانات 10 و20 و30 ودي 10 و20 و30، الترافيك بتاعهم عايز يوصل لبعض ثرو السيرفيس بروفايدر، من غير ما السيرفيس بروفايدر يبقى عنده القدره ان هو يشوف الداتا بتاعه الفيلانات دي. طب اعمل كده ازاي؟ ما انا لو كريت هنا فيلان بفرض ان ده سويتش، وكمان لو كريت فيلان والفيلان لازم تبقى بروبوجيتد على المسار بالكامل، ساعتها الكاستم او السيرفيس برادر هيقدر يوصل للنات بتاعتي، صح؟ طب نحل المشكله دي ازاي؟ قال لك سمبلي الباكت هتطلع من الكاستمر مارك بفيلان كام؟ 10. يقوم البروفايدر ايجي ده يروح حاطط عليها مارك بالمنظر ده، ان ده البيلود هي تبع فيلان كام؟ 10. يبقى يحط هنا فيلان 10 ويروح حاطط تاج جديد فيلان سي مثلا 100. فيلان كام؟ 100. فيلان 100 دي بتتكريت على السويتش ده وده وده، يقوم السويتش ده يستلمها يبعتها ماركت ان هي تبع فيلان كام؟ 100. تتبعت هنا ماركت ان هي تبع فيلان 100. اول ما توصل لده ده يروح شايل التاج بتاع فيلان 100 ويبعت الترافيك ماركت بفيلان 10. توصل للطرف ده ماركت بفيلان 10، توصل ليه خلاص، تمام؟ طبعا السيناريو ده هيتكرر على مستوى كل الفيلانات اللي احنا عايزين نوصلها، تمام؟ يعني اكيد برضو هعمل دبل تاجنج
جت من اسمها دبل تاجنج لان البيلود بيتعمل له تاج جوه. ها ايوه بيلود بيلود هيتحط هنا فيلان 20 وهنا فيلان 100 هنا فيلان 30 وهنا فيلان 100. في اي مشكله في الجزء ده؟ تمام. وبرده من ضمن المسميات بتاعتها تاج فيلان او مترو اسفه فيلان او مترو تاجنج مترو تاجنج. تمام. يبقى كل دي مسميات لمين؟ للدوت 1 كيو. الكونفيجريشن اسهل مما تتخيله، جاست بس ان انا هاجي على الكاستمر على الانترفيس المقابل للسيرفيس بروفايدر. يعني انا هفرض ده دلوقتي ان ده كونكتد بمين؟ فاست زيرو على زيرو. هكريت عليه انترفيس فيلان 10 و20 و30، او للدقه مش اسمه انترفيس فيلان بقى، للدقه اللي هو السب انترفيس، انترفيس فاست زيرو على زيرو دوت 10 واديله الاي بي ده، واحدد طبعا نوع الانكابسيليشن. نوع الانكابسيليشن مش ريكومندد، ده ماست. في المنطقه دي كده لازم يكون دوت 1 كيو. في المنطقه دي لازم يكون نوع البروتوكول اللي انا هستخدمه ايه؟ دوت 1 كيو. طب فوق في المنطقه دي ما انا لازم برده اعمل ترانكينج ما بين ده وما بين ده وما بين ده وما بين ده. تمام. ساعتها ممكن ان انا استخدم بروتوكول الدوت 1 كيو او الاي اس ال. يبقى في المنطقه بتاعت السيرفيس بروفايدر الاثنين سبورتد، مفيش مشاكل، لكن ما بين السويتش بتاع البروفايدر ايدج وما بين الكاستمر ايدج ماست يكون دوت 1 كيو. واكيد طبعا دلوقتي ما حدش بقى بيستخدم ها الاي اس ال، فهنقوم الشبكه كلها دوت 1 كيو. يبقى انا هقوم هنا ترانكينج، هقوم هنا ترانكينج، ما بين الاثنين دول هاجي احول الانترفيس ده لدوت او اعمل له انكابسوليشن للدقه دوت 1 كيو تانلينج واشتغل دوت 1 كيو. تمام. على الكاستمر ايدج على الانترفيس المقابل للبروفايدر ايدج هكريت عندي انترفيس السب انترفيسز 10 20 30 وادي لها الاي بي دي. تمام. بس برضه عشان ما تتصدموش يعني اللاب ده انا هوريكم الكونفيجريشن بتتم ازاي كاوامر وهنطبقها فعلا هتشتغل، بس النتيجه النهائيه مش هتشتغل. اللاب ده انا حاولت اجربه على كذا نوع من انواع الايميليشنز، لا هو لاب بالمناسبه سي سي اي ليفل. تمام. بس برضه يعني ايه نقومه كده عشان نشوف الفكره بتاعته شغاله ازاي. فانا هسحب دلوقتي ايه؟ اللاب مش معانا في الكورس. لا مش معاكم. بس ده اللي كنت قلت لكم عليه يعني يا سهيل، غصب عنك شئت ام ابيت هتاخده. الحرام اخرته وحشه صح؟ تشنج هوست نيم، ده بروفايدر ايدج 1، ده بروفايدر سويتش، وده بروفايدر ايدج 2 بالنسبه للتو راوترز، كاستمر ايدج 1، وده كاستمر ايدج 2. بالمناسبه اللاب ده يتعمل على الاي او اس 15.2، لازم 15.2، ده مش بيسبورت التانلينج تحت الانترفيس. ولو حتى سحبت راوتر هتعاملت معاه كانه سويتش وركبته موديول 16 ايثرنت سويتش برضه مش سبورت عليه الامر. تمام. نقوم بقى التوبولوجي ده كده، فاست 0 على 0 على ايثر 0 على 0 0 على 1 0 على 0 0 على 1 ب 0 على 0 0 على 1 بفاست 0 على 0. وصر كده الانترفيس عشان مش نتلخبط ونقوم التوبولوجي ده، ولغايه ما يقوم نحط بس هنا اسامي الانترفيسز عشان ما نلخبطش نفسنا. الانترفيس ده فاست 0 على 0 او مش فاست سوري اسر 0 على 0 اسر 0 على 1 اسر 0 على 1 اسر 0 على 0 وفوق 0 على 0 الكونكت بقى على كذا دي. نيجي بس الاول على الكاستمر ايدج زي ما اتفقنا هكريت عليه السب انترفيسز، فهاجي على الانترفيس فاست 0 على 0. الحاجه الوحيده اللي على الانترفيس الحقيقه هعملها يمين نو شت داون، وبعد كده اقول له انترفيس فاست 0 على 0 دوت رقم الفيلان. طبعا لو اديته اي بي ادرس لو تفتكروا من ايام الان اي هيتي ايرور، لازم الاول احدد نوع الانكابسوليشن ان انا شغاله دوت 1 كيو وان ده ماركت بفيلان 10 وادي له اي بي ادرس
شرط واحد. تمام؟ نفس الكلام الانترفيس اللي بعديه 20 encapsulation dot 1 كيو 20 والاي بي 20001. اللي بعديه انترفيس فاست 0 على 0 دوت 30 اوبس 30. تمام؟ واحدد له هنا الاي بي بتاعي 30 تو فيريفاي بس شو رانينج السكشن بتاعه انترفيس فاست 0 على 0 دوت 20 دوت 30 عشان بس اتاكد ان ما حصلش مشكله. تمام؟ واجي على الكاستمر ايجي اللي بعديه نفس الكلام بالظبط. هكريت هنا ايه؟ ادخل الاول تحت الانترفيس الحقيقي نو شت داون وكريت هنا دوت 10 انكابسوليشن دوت 1 كيو 10 اي بي ادرس. تمام؟ بعد كده 20 encapsulation 20 IP address 20 اللي بعديه 30 كده الconfiguration اللي على التو راوترز او التو كاستمرز كده خلاص. نيجي بقى على التلاتة سويتش دول. اول حاجة خالص هكريت عليهم VLAN 100. هكريت عليهم ايه؟ VLAN 100 على التلاتة عشان ما انساش. VLAN 100 اللي بعديه لسه واحد مين اه VLAN 100. تمام؟ بعد كده لازم اتاكد ان VLAN 100 بروباجيتد من خلال السيرفيس برايدر بالكامل. تمام؟ بعد كده قال لك هتاكد برضو ان الانترفيس ده نوع ترانك والابلينك ده برضو نوع ترانك. فهنزل تحت التو انترفيسز اسر 0 على 0 واسر 0 على 1. هاجي على البروفايدر تحت الانترفيس رينج اسر 0 على 0 لغايه 1 واقول له سويتش بورد انكابسوليشن او الاول ترانك انكابسوليشن ان انا عايز اشتغل ببروتوكول الدوت 1 كيو سويتش بورد مود ترانك. تمام؟ تو فيريفاي لو جيت انا قلت له شو انترفيس ترانك في عندي فعلا ترانكينج اهو حصل على ده شو انترفيس ترانك في ترانكينج نوع اوتو وهنا برضو شو انترفيس ترانك حصل برضو هنا ترانك نوع اوتو. ولازم او سوري اسفه هنا ممكن يكون ايه زي ما اتفقنا اي اس ال او دوت 1 كيو بس جوه الكلاود بس زي ما اتفقنا خلاص الاي اس اللي اتفقنا من المره اللي فاتت انه بيعمل لي امباكت على الشبكه بتاعتي وبيأثر على السرعه. اب تو ذيس بوينت في اي مشاكل؟ تمام. كل ده متهيألي ما فيهوش مشاكل. الجديد بقى الكونفجريشن اللي انا هعملها هنا. هاجي تحت الانترفيس المقابل للكاستمر ده اللي هو انترفيس اسر 0 على 0. تمام؟ مش هينفع ان انا اقول له سويتش بورت مود ترانك. ليه؟ لانه لو ترانك هيشيل كل الفيلانات، انا مش عايزه كل الفيلانات، فاقول له سويتش بورد. لو قلت له مود احنا شفنا اكسس وشفنا ترانك اللي انا ودايناميك اللي انا انترستد فيه ايه دلوقتي؟ دوت 1 كيو. وبعد كده هقول له سويتش بورد اكسس فيلان 100. اكسس فيلان ايه؟ 100. بس انا كده خلصت كونفجريشن. لو جيت دلوقتي على السويتش اللي قصاده هنزل برده تحت الانترفيس اسر 0 اوفر 1 ده اللي هو المقابل للكاستمر واقول له هنا سويتش بورد مود دوت 1 كيو تانل وبعد كده اقول له سويتش بورد اكسس في لين 100. هقول لك ليه بقى دلوقتي يا سهيل مش هيشتغل. لو انا دلوقتي شغال على بلاتفورمز حقيقيه كان المفترض دلوقتي يطلع لي سيس لوج يقول لي ان الدوليج ده مش هيشتغل لسبب لان دلوقتي انا محتاجه ان انا اقلل حجم الام تي يو الماكسيمم ترانسفير يونت بمقدار هو الديفولت كام؟ 1500 بايت. تمام؟ الدوت 1 كيو بيضيف عليها 4 بايت يبقى المفترض ان انا كنت اقللها بمقدار كام؟
اللي هو 1496، علشان على ما يحط الاربعه بايت بتوع التاج بتوع اللي هو الفيلا 100 يوصل ل 1500. لان احنا قلنا قبل كده ان شبكات الاثرنت الديفولت بتاعها اصلا هي مش بتعمل فراجمنتيشن، او مش ديفولت، هي كده كده اصلا مش بتعمل ايه فراجمنتيشن. فلو انا شغاله زي ما قلت لكم على بلاتفورم حقيقي، كان هيقول لي هنا السلوك كده تطلع يقول لي لا لازم تحولي الام تي يو لحجم كام؟ 1496. تمام. وساعتها كان ساعتها عند الكاستمر لو جيت ابنج عند الطرف الثاني، كان لازم ساعتها ان انا احدد حجم السايز بتاعي. اي باكت تطلع من الراوتر ده لازم احدد حجم السايز 1496. زي ما قلت لكم في حالتي للاسف مش شغال ببرفورمانس كويس، اي ايميليشن جربت عليه مش شغال. تمام. المفترض هنا كان يبنج، بس هو الكاستمر كل ما يجي يبعت الباكت هيحدد حجمها اللي هي 1496؟ لا، هو بيبنج وخلاص، او الداتا واتفر ايه هي بتطلع وخلاص. فكان لازم اجي على السويتشز كلها جوه البروفايلر وقلنا تاني اخلي حجم الفريم بتاعتي كام او الام تي يو كام؟ 1496. ازاي؟ دي بقى المشكله اللي مقابلاني هنا اللي فعلا مش سبورتد يعني، ودي اللي بخلي اللاب ده ما يشتغلش كويس. ايه هي؟ لو انا قلت له دلوقتي شو سيستم ام تي يو، سيستم ام تي يو، تمام؟ الامر غلط، لان انا مش من حقي ان انا اعدل قيمه الام، الامر اسفه صح، بس انا مش من حقي ان انا اعدل قيمه الام تي يو على الايميليشن. تمام؟ كان هيقول لي ان الحجم دلوقتي كام؟ 1500. اروح نازله تحت الكونفيجريشن مود واقول له هنا سيستم مسافه ام تي يو مسافه 1496. ساعتها ابنج بالطريقه العاديه جدا من غير ما احدد حجم السايز، ساعتها المفترض ان هو يشتغل. واضحه كده؟ تمام. هنت بقى كمان، لو انا جيت دلوقتي على الراوتر او البروفايدر اي جي اس المقابل اصلا للكاستمر، من ضمن برضو الحاجات اللي هنا ليميتد اساسا في الايميليشن، لو جيت اقول له شو رانينج على الانترفيس اثر 0 على 0، دي الكونفيجريشن اللي انا عملتها لوحده كده، هافاجئ بيه كمان ان هو عمل لي ديسيبل لبروتوكول السي دي بي كنوع من السكيورتي. عمل ديسيبل لمين؟ للسي دي بي، عمل له ديسيبل. تمام. احنا كنا ايام الراوتنج كنا قلنا اساسا ان في بعض الاحيان في بعض انواع الويب تكنولوجي مجرد ما بشغل الويب تكنولوجي السي دي بي لوحده بيتعمل له ديسيبل. تمام. انما الديفولت على الانترفيسز كلها ان السي دي بي انيبل اساسا. تمام. طيب افرض بقى دلوقتي ان انا عايزه اخلي بروتوكول السي دي بي يشتغل ما بين الشبكه دي والشبكه دي، يعني اجي دلوقتي على الكاستمر ده اقول له شو سي دي بي يجيب لي ده، اعمل ايه؟ لازم ساعتها اجي على الانترفيس اساسا واسمح بانواع معينه من اللاير 2 بروتوكولز. الامر اللي انا هكتبه دلوقتي المفترض ان انا هعمله هنا وهنا. تمام. جاست ان انا هنزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0 واقول له لاير 2 بروتوكول، لاير 2 بروتوكول او بروتوكول تانل، عايز تسمح بايه؟ انا في حالتي عايز اسمح مثلا بالسي دي بي، وساعتها زي ما اتفقنا اقول له على ده شو سي دي بي نيبرز يجيب لي ده. واضحه؟ تمام. لان انا كده بتعامل معاهم كانهم دايركت كونكتد. ممكن كمان اسمح ببروتوكول ال دي بي، ممكن اسمح بالاس تي بي، بالفي تي بي، كل دي بروتوكولات ممكن ان انا اسمح بيها. تمام. ده انا ممكن كمان ان انا اسمح باللير فين بوينت تو بوينت تقريبا، بوينت تو بوينت، ممكن كمان اسمح ببروتوكولات اللينك اجريجيشن كنترول بروتوكول والبورت اجريجيشن بروتوكول اللي هم بتوع الاثر تشانل، وساعتها اقدر ان انا اقوم اثر تشانل على تو لينكس ما بين البروفايدر ايدج وما بين الكاستمر ايدج. تمام. في اي مشكله في الدوت يوتا لينك؟ في ليميتيشن فيها بقى مش ريكومندد نشتغل بيها. ليه؟ الام بي ال اس لير 3 او حتى لير 2 في بي ان افضل بكتير من الدوت 1 كيو تانل، لان ساعتها كل الاجهزه اللي موجوده عندي هنا اللي موجوده في الشبكه بتاعه الكاستمرز الماكات بتاعتها هتظهر في الماك ادرس تيبل بتاع كل سويتشز دي. يبقى فين السكيورتي؟ مش بس السكيورتي، انت كده تعمل امباكت عالي على البرفورمانس بتاع السويتش، لانه مش عميل ولا اتنين وكل عميل مش عنده جهاز ولا اتنين، ده انت بتتكلم في الافات مؤلفه. كل الالفات مؤلفه من الماكات دي هتصر عندي فين زي ما اتفقنا؟ في الماك ادرس تيبل بتاع ها؟ بالظبط. تمام؟ طيب لو كانت الدنيا اشتغلت
عايزه برضو افريفاي، عايزه اتاكد فعلا ان السيرفيس بروفايدر مش هيقدر ان هو يوصل للاجهزه بتاعتي. جاست تعالى هنا على التو سويتشز او على الثري سويتشز دول، كاريت عندي هنا انترفيس في لان 10، كاريت في لان 10 طبعا يعني، وانترفيس في لان 10، واديلهم اي بيات في نفس النتورك بتاعت 10 واط. تمام، يجي من اي راوتر هنا او اي سويتش هنا تبنج على الكاستمر، مفيش ريبلاي لانه مش شايف اصلا ده كفي لان 10، هو شايفه كفي لان كام؟ 100. صح، مش الترافيك لما جه هنا قام جاي السويتش ده خفى في لان 100، خفى في لان 10 جوه في لان 100، فهو شايفه كايه؟ كفي لان 100، وبالتالي حاسس بيه ان هو في لان مختلف. فكبيرك ان انت هتبنك هنا في لان 10 هيشوفه بعد في المنطقه دي بس، لكن تحاول ان انت توصل للعميل مفيش. فاتكريت لي هنا مثلا زي ما اتفقنا في لان 10 على الثلاثه سويتش دول، وانترفيس اس في اي ريليتد انترفيس في لان 10 يعني، تيجي تبنك دول بس اللي هيوصلوا لبعض، دول بس ايه؟ اللي هيوصلوا لبعض. اب تو ذيس بوينت في اي مشاكل؟ اي اسئله في الدوت كمبيوتر لينك؟